16 جولة انقضت من الدوري الموريتاني لهذا العام، قل أن تشاهد فيها مثل هذه الأهداف أو مثل هذه الهزيمة لنادي الكونكورد من فريق شاب ظهر هذه السنة بهيئة جديدة وطريقة لعب مغايرة لنسخ الدوري الماضي. فجل ركائز هذا الفريق لا تتعدى أعمارهم 20 سنة. تجكجا أو الأحمدي سابقا حين دخلت عناصر تشكيلته إلى أرضية الملعب لمواجهة الكونكورد لا أحد من مناصريه يتوقع الفوز وبهذه النتيجة، وحتى المراقبون يدركون جيدا أنه على الورق الكونكورد هو الأفضل، بل المباراة محسومة قبل أن تنطلق لصالحه. لكن يبدو أن أبناء مقاطعة عاصمة ولاية تاغانت يخبئون المفاجأة. فعلا الكونكورد كان البادئ في التسجيل عن طريق ضربة جزاء تحصل عليها السنغالي بيير المنتقل حديثا إلى صفوفه، فتم تنفيذها بنجاح. تقدم إذن الكونكورد بالنتيجة وأنهى شوط اللقاء الأول وهو متقدما، بل كاد يضيف هدفا ثاني لكن العارضة حالت دون ذلك. ضربة جزاء ثانية لكن هذه المرة لتجكجا تكفل بتسجيلها المدافع فرج شيخنا بنجاح، معيدا المباراة إلى نقطة البداية. منعرج اللقاء بعد ذلك بدأ من هذا الخطأ الذي أسفر عن كرة صاروخية لنفس المدافع استقرت في شباك الحارس توري، وأخرجت الكونكورد من المباراة بشكل نهائي بعد ذلك. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، هدف ثالث بطريقة جميلة أو قل رصاصة رحمة أطلقت على الكونكورديين، تركت جماهير الملعب في فرحة لا تنقطع إلا لتبدأ من جديد. فهل كان الكونكورد حقا على موعد مع مثل هذه الهزائم وهذه الأهداف الأجمل طيلة الجولات الماضية من الدوري؟